لاعب مميز. ها لاعب مميز يعني لو كان بالمنتخب يسوي لك فارق بالمباراة، يعني بس يستلم الكرة يسوي فارق. يعني كنا بنادي الوكرة خاصة المباريات الصعبة نشوف احنا كلنا ندافع 8 لاعبين 7 لاعبين بس نستلم الكرة نلعب اللي هي هو يخلصها. طيب المستطيل الأسود هسه يا مركز ارتكاز، ماذا جاء في مركز الارتكاز؟ ها راح تختار لي شكل مركز لعبت فيه. ها من الأفضل في خط الهجوم، يونس محمود أم حسين سعيد؟ هاي الحلقة حلقة المقارنات. أحمد راضي. أحمد راضي أحسن منهم اثنين هم. بالنسبة لي فنية طبعا أحمد راضي الله يرحمه، أظلمته فنيا بس إذا تشوفه فنيا كأداء داخل المباراة تحركاته من يستلم الكرة هواي عنده مميزات. لو خليت لك اسم بصف يونس ونقارن، عماد محمد. عماد محمد لاعب ممتاز الأفضل أريد كان يعني عماد لو يونس أنت مدافعي وتعرف المهاجم اللي تحسب الأحساب من تلعب ضده. والله اثنين هم ما أقدر أختار واحد من الاثنين.